مساء الخير عليكم واهلا وسهلا بكم معنا النهارده في حلقه جديده من برنامج افتخر بمهنتك. اولا احب اشكر صديقي عماد كان معاكم في الفقره الاولى. النهارده بقدم لكم حلقه مميزه جدا جدا وضيف مميز جدا جدا معانا ومعاكم المستشار احمد البشبيشي. لكن في البدايه احب ارحب بصديقتي وحبيبتي شيماء. اهلا بك يا شيماء. اهلا بيكم، وحشتوني جدا من الحلقه اللي فاتت للحلقه ديت. معانا المستشار احمد البشبيشي. اهلا وسهلا فيكم. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا فيكم يا فندم محمد. عايز اسال حضرتك بقى، يعني بالنسبه ان احنا داخلين على انتخابات جديده، ايه رايك في البرلمان؟ والله انا عشان اتكلم بصراحه انا غير راضي على البرلمان ومجلس الشعب، حتى الشارع المصري باكمله غير راضي. فين البرلمان وفين دور مجلس الشعب في غلاء الاسعار وارتفاع الاسعار؟ فين الدور الرقابي؟ يعني افهم ان حضرتك غير راضي عن اداء البرلمان. بالمره غير راضي على الاداء عشان ارتفاع الاسعار. ارتفاع الاسعار وفي اشياء كتيره جدا، في مشكله التعليم، مشكله الصحه، مشاكل كتيره جدا. في فرق بين عضو مجلس الشعب النهارده عامل فرق طبقه بين المواطن وبين الحكومه للاسف. الرئيس النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشتغل، بس انا حاسس ان هو بيشتغل لوحده، مفيش دور فعال فعلا لعضو مجلس الشعب، وده نتيجه اختيار المواطن. المواطن اللي مختار اختار اتجاه تاني بيصيره، يعني يا اما اختار اختيار سيء، وده للاخر نتيجه الاختيار بتاعه. احنا طبعا كلنا لازم نساعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا بيشتغل جاهدا لرفع البنيه التحتيه في البلد، فاكيد بنتمنى البرلمان يكون عنده مجهودات اكتر من كده. وده اللي انا بتمناه بالفعل، وجود برلمان الدوره اللي جايه، اتمنى واتفائل خير، وده لصالح الوطن رقم واحد. رقم اتنين للمواطن، لازم يكون في تشريع قوانين بتفيد المواطن، يكون فعلا دور رقابي بالشكل الصحيح. رقابه اهم حاجه طبعا، محتاجين رقابه شديده في كل شيء. رقابه في كل شيء، ان الله كان عليكم رقيبا، لكن النهارده ما فيش رقابه للاسف. لو شفنا اهمال هنلاقي في اهمال كتير، وبالتالي بيظهر الفساد. من ضمن الاهمال طبعا الشديد جدا المستشفيات العامة، مستشفى فيها في بشبيش شديد جدا، بالذات في بشبيش. هو طبعا يعني انا لي الفخر ان انا انتمي لمدينة بشبيش، مدينة ومركز بشبيش، وما زلت هي لغاية النهاردة البلد مش مدينة ولا مركز. من سنة 2005 عدد التعداد السكاني لبشبيش كمدينة او كقرية هي اكبر قرى في المركز، المحلة الكبيرة. تمام. تعداد السكاني حوالي 120 الف نسمة، وللاسف في ملفات متعطله، من ضمن الملفات ملف الصحه. مستشفى مركزي جاهم على الدور قال لك احنا هنهد المستشفى او هنعمل ترميم، بقى حصل لخبطه، لا هنرمم، طب الميزانيه مش هتسمح، احنا هنهدها ونعمل. لغايه هذه اللحظه لا يوجد مستشفى ولا يوجد خدمه صحيه. تخاذل طبعا في كل الاجراءات، في كل شيء. وللاسف 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 الشديد، ده نتيجه بقول للمواطن اختيارك لازم يكون اختيارك صح. ثلاث اعضاء مجلس الشعب مهملين هذه البلد. يعني لو في حد تعبان بيضطروا يسافروا بيه مثلا. ده الاغرب من كده يا استاذه، ان الطريق كمان، ده شوف حضرتك الاهمال اللي وصلت فين. ودي رساله بوصلها انا، طبعا انا قدمت ملف للسيده الوزيره معالي الوزيره لوزاره الصحه، وعدتني يعني هي ادت لي فعلا انها هتشوف الموضوع ده وتبحثه. طبعا كان في ملفات قبل كده وكان قدامها. تمام. ودي رساله بنشتها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان فعلا البلد مهمله كصحه. طب وكتعليم؟ مفيش يعني لا صحه. بالرغم انا كراجل قانوني، لا المواطن له حق حسب النص، له الدستور، له حق دستوري في العلاج، مفيش علاج. تعالى حضرتك اقرب بقى، طب النهارده الحالات اللي هي النهارده عشان اطلع، تخيلي طريق من هذه القريه بشبيش لغايه المحله 30 كيلو، تخيلي يعني سنتين بيرصفوا. انا بس عايز بتكلم المسؤول، وليت حضرتك يعني ليت السيد المحافظ اللواء هشام يرد عليا ويكلمني. يا ريت يكون شايف حضرتك وشايف وسامعك. تخيلي تخيلي حضرتك، تخيلي لا ده في اهمال، اهمال وعدم مراعاه، مع ان بالرغم بشبيش كانت السابقه كان بيتسارع فيها المسؤولون، اي مسؤول كان يتمنى ينزل هذه بشبيش. هنحاول نتصل طبعا مع سياده المحافظ، يا ريت يا ريت، واقول له رجاء رجاء نظره بشبيش كمركز عامه، كمركز وكمدينه المحله. يعني لا في مستشفى ولا في حتى طريق طريق كويس يوصلكم للمحل. سنتين بيرصف 5 كيلو والطريق 30 كيلو. حتى الموظف عشان يروح عمله ما يعرفش يروح عمله. لو في حاله وفاه، على فكره سبب حالات وفاه كتيره جدا بسبب ما انا ما اعرفش انقذ المريض للاسف. تمام. طب ليه كده؟ ليه؟ ده اهمال، وده للاسف نتيجه برضو اختيار المواطن
اللي اختياره اختيار خاطئ. اختيار خاطئ، واتمنى فعلا للمواطن انه يختار صح علشان يمين يمثلك ان هو يعني ده امر طبيعي. تمام، ده عباره عن المستشفى. طب وبالنسبه للتعليم، تعليم تعليم طبعا في بشبيش، تعليم انا مش هتكلم في التعليم في بشبيش، انا هتكلم في التعليم بصفه عامه في مصر. دي اخطر وزاره، انا بسميها كرايي انا الشخصي، اخطر وزاره هي التربيه والتعليم. من ناحيه ايه؟ من ناحيه انت حضرتك يعني انت بتعد النهارده طالب، ده مستوى التعليم للاسف ما فيش خطه نموذجيه من انك انت تقدري تمشي فيها التعليم. التعليم نظام، وفي طبعا انا مش عايز يعني ازيد في كلامي زي موضوع التابلت ومشاكل التابلت وحلها، انا مش عايز اتكلم في مشاكل سابقه قبل كده. فانا المفروض التعليم يعني يتنظر له نظره صحيحه ويجي له مسؤول او وزير يبقى فعلا مقدر هذا وطبعا في مدرسين، طبعا نقص في المدرسين وبالنقص. طب بالتالي طب انت عندك نقص، طب انت عندك مشكله 13,000 موظف مدرس وانت انهيت عقوده، انت انهيت العقود بتاع المدرسين دي، طب ليه انت انهيت العقود؟ مع طب ان ليه؟ ممكن نحاول نغطي النقص ده بالمدرسين ودي مشكله كبيره جدا. انت عملت لي مشكله وحللت لي مشكله. هنيجي نتكلم في الوزاره، انا مش عايز اتكلم عشان مش اجي انقد، انا مش جاي انقد وزراء، لان انا راجل، لو انا راجل عضو مجلس الشعب احاسب مسؤول. النهارده معلش، انت النهارده لما اكون وزاره حاطط لي فيها 15 مستشار، كل مستشار بتقاضى فوق ال 40,000 جنيه، وده كلام اكيد. وبتقول لي عندي عجز، عندي عجز في الميزانيه وعندي عجز. نيجي نحل مشكله نلاقي وقعنا في مشكله اخطر. واتمنى حلول يعني من هذا المكان، وبرنامجكم البرنامج الخير، وانا اتمنى حل يعني ايجاد حل سريع لموضوع ال 13,000 اسره. احنا بنتكلم بقى ال 13,000، ارجو يعني يبقى في حل ده. طيب بما انك بقى يعني عندك مزرعه خيول، نطلع من اللي احنا كنا فيه الاول، نطلع بقى من التعليم ونخش في نتكلم عن حضرتك عندك يعني. كلمنا شويه خيول. عن الخيول. هو حضرتك، هو الخيل يعني طبعا حاجه جميله جدا وانا بتعلم منها. أنا أيوة. عايزين بقى نعرف اتعلمت ايه. وليه عندك مزرعه خيول؟ ليه شخصت ان حضرتك يبقى عندك مزرعه خيول مثلا مش مزرعه حاجه تانية؟ لا، هو الخيل عندي ابا عن احنا جدا. معانا هنا على الشاشه صوره لحضرتك. ايوه، عايزين نعرف الحصان اللي حضرتك راكبه ده نوعه ايه؟ ديت حصان عربي اصيل، هيئه اسمها العربي الاصيل، طبعا ليه علامه مميزه وطبعا ليه رخصه. تمام، ليه شهاده، انا مشترك الوزاره بالنسبه للمزرعه بتاعتي دفتر، الدفتر ده بيبقى في الهيئه القوميه للخور العربيه في محطه الزراء هنا في عين شمس. كل فرسه او كل حصان بالاسم الاب والام وحتى السلاله بتاعته الاصيله. ليه سلالات يعني؟ سلالات ابا وجدا والام وحفيد. يعني زي ما انتم شايفين كده معانا صوره ثانيه حضرتك. واضح ده كان في ايه او ايه المكان؟ لا، دي كانت موجوده لان انا كنت عضو مجلس محلي محافظه من سنه 2005 و2008 انتهى دور المجلس، والحمد لله كنا بنعمل ضمير يعني كنا بنتكلم بنبض الشارع المصري، وكنا بنشوف المواطن فعلا احتياجات المواطن ايه، وكنا بنتكلم. اهم صفه بقى في الخيول اللي عايزين ناخدها منهم يعني، زي ما حضرتك اتفضلتي كده، هو انا اتعلمت من الخيل ده. يعني انت حضرتك تقولي ازاي نعرف ده خيل عربي او خيل عادي. كان في قصه ان جه شخص ما عايز يعرف يفرق بين الخيل ده وخيل ده، ففي حاجه اسمها كرباك او امشى، فبداوا يضربوا في الخيول، يضربوا مجموعه خيول مع بعضها كده، فقعدوا يضربوا فيها. وبعدين حطوا الاكل بعد الضرب مباشره، في خيل اتجه للاكل بسرعه وفي خيل وقف مكانه صامد بعزه وكرامه. خدوا موقف. ده الخيل اللي انا اتعلمت منه كده، واتمنى ان المواطن فعلا يعني ده انا بعلمها وبقول للمواطن ايه، لا انا رغم الاكل العيش هو مش هو اللي يخليني. شرفتنا النهارده يا ست المستشار، نورتنا جدا النهارده في الاستوديو. معانا بقى النصيحه، تحب تنصح ايه للشباب معاك؟ تحب تنصح ايه للشباب قبل ما والله انا بقول للشباب يعني انتوا القدوه وانتوا المستقبل، واتمنى من دور الشباب انك انت يعني اجتهد واشتغل والتف حوالين القاده، التف حوالين القاده بتوعك، ولا تسمح بان في عدو داخل البلد، داخل مصر الحبيبه وخارج مصر.
فلا تعدي، مش عايزك تدي له فرصه، ان في العدو متربص لنا، متربص حقيقي بجد، وكلنا مع بعض بقوه الشباب. واتمنى في وجود البرلمان القادم ظهور الشباب اللي هو ده قدوه. احنا سعداء جدا بلقاء وأنا حضرتك. وانا سعيد جدا يا فندم. ومنقدم لحضرتك تهنئه صغيره كده. انا شاكل فضلك وشاكل قصه البرنامج واشكرك يا فندم وتحيا مصر. ميرسي ليك جدا. شكرا لحضرتك. اعزائي المشاهدين، فاصل ونرجع لكم تاني.